اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس امبيدد سيستمز. ان شاء الله النهارده هناخد الالارم سيستم والبيبر كاتنج ماشين والاوتوماتيك دريل سيستم. طبعا عشان تسمع حلقه النهارده لازم تبقى سامع حلقتين الدي سي موتور، اول حلقه خاصه بالسنجل دايركشن والدرايفر بتاعه، والحلقه الثانيه التو دايركشن والدرايفر بتاعه. هتلقى الحلقتين في حرف اي على اليمين هنا او على الشمال هنا، اسمعهم الاول قبل ما تسمع حلقه النهارده. هنبدا باول برنامج واللي هو الالارم سيستم. عندنا بيت، طبعا عشان اعمل سكيورتي على البيت ده او اعمل سيفتي انه ما فيش حرامي يدخل البيت، فهنفترض عندنا البيت عندنا هنا 5 ويندو، 5 شبابيك وبوابه واحده، وعندنا ستارت ستوب للمنظومه. صاحب البيت اول ما هيطلع ويسيب البيت هيضغط على ستارت، فبالتالي اي حرامي هيدخل من اي نافذه من هنا سواء كان الشبابيك او الباب هيشتغل عندي الاضاءه بتاعت البيت وهيشتغل البزر. يبقى تاني، صاحب البيت اول ما هيسيب البيت ويطلع هيضغط على الستارت، وبالتالي لو جه اي حرامي وحاول يدخل من اي نافذه سواء الخمسه ويندو، خلي بالك من اي نافذه الخمسه ويندو او الباب، هيشتغل الاضاءه بتاعت البيت والالارم او البازر بتاعي. طبعا دي الدايره هنا على البروتوس. معروف الستوب انا هحطه على الماستر كلير، يبقى الستوب على الماستر كلير، ودايما بيبقى بول مين بول اب ريزيستور زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. معانا كمان هنا على سي 0 سي 1 هنحط اللامب عندي اللي هو الإضاءة، وهنحط كمان على سي 1 اللي هو البزر. اللامب زي احنا متعودين ما ينفعش يتوصل مباشرة مع المايكرو كنترولر، لأن ممكن تبقى تغذيته AC أو ممكن تبقى تغذيته DC بس كبير، يعني 12 فولت 20 فولت 24 فولت وهكذا، فما ينفعش يتم توصيله مباشرة بالمايكرو كنترولر. بعمل درايفر، الدرايفر في النص ده هيبقى مين؟ ريلي مع ترانزستور، الكويل بتاع الريلي مع ترانزستور للارضي، وما انساش احط الدايود العكسي فري ويلنج دايود، واحط مقاومه مع البيز بتاع الترانزستور تقريبا 1 كيلو، وبين على نقطه مفتوحه، على نقطه مفتوحه هحط التغذيه هنا على نقطه مفتوحه، وطرف النقطه المفتوحه لمين؟ لللامب، والطرف الثاني للارضي. طبعا دي النقطه مفتوحه ما تنساش، انا واخد سكرين شوت لما البرنامج كان شغال، يعني ده ملقط منوره. كمان معانا البزر هنا هيتوصل بنفس الطريقه، ما فيش اي اختلاف، الا انت هتغير الباور هنا، الباور اللي هنا دي هتبقى خاصه بالبزر، شغال ب 12 حط 12، اللامب شغال هنا ب 12 حط 12، شغال 24 تحط 24، اما التغذيه الاولانيه دي خاصه بالكويل، وفي الغالب الريلي بيشتغل ب 5 فولت، ممكن تبقى في ريلي ب 10 او 12 ايا كان التغذيه بنحطها، وطبعا معروف الترانزستور هيستحمل تغذيه الكويل، مفيش مشكله. هنا عندي كل ويندو وراها ليميت سويتش، كل ويندو وراها ليميت سويتش، فبالتالي لما يفتح الويندو او الحرامي يفتح الويندو ايه اللي بيحصل؟ الليميت سويتش ده بيحس، تمام؟ الليمت سويتش ده بيحس، فانا هوصل الليمت سويتش بتاعتي ازاي؟ الويندو الاولانيه هدي رمز W1، وادي السويتش بتاعي هوصله بمقاومه للارض، يبقى التغذيه 5 فولت، السويتش المقاومه للارض، يبقى ده انا شغال كده بول مين؟ بول داون، لان المقاومه هي اللي متوصله بالارض. الطرف اللي في النص ده هيروح للمايكرو كنترول، ده ويندو 1 2 3 4 5 لان عندي 5 شبابيك، يبقى كام كده؟ 5 سويتش، وما انساش السويتش بتاع الدور كمان، يبقى من B1 لB6 الخمسه ويندو والدور، ومعانا كمان الستارت بوتن موصله بول داون على B0، يبقى كل السويتشات هنا الطبيعي ان هي داخل 0، طبيعي داخل 0، اول ما هيحس يدخل 1. تعال نشوف البرنامج. اول حاجه الستارت سويتش هو على B0 زي ما احنا شايفين، الستارت سويتش على B0، طبعا انا بستخدم هاش ديفاين عشان اتعامل مع الاسماء في البرنامج وليست البنات، وده بيوفر لي فهم البرنامج بعد كده، بدل ما انا اعمل كومنتس على البرنامج في كل خطوه وادور بي 0 دي ايه، لا مباشره اجي فوق هاش ديفاين الستارت سويتش، ده اسم الحاجه اللي هنستخدمها في البرنامج. دي عباره عن ايه؟ او دي اصلا في الهاردوير عباره عن ايه؟ عباره عن بي 0، بورت بي دوت اف 0 يعني بي 0. والستوب طبعا انا عملت كومنت هنا بقول ان الستوب متوصل على الريسيت سويتش اللي هو الماستر كلير. طبعا ما انساش كمان بي 1 ويندو 1، بي 2 ويندو 2، بي 3 ويندو 3، نفس النظام اهو، بي 3 ويندو 3، هروح لبي 4 ويندو 4، وويندو 5 على بي 5، ومعانا الدور كمان على مين؟ على بي 6. هاش ديفاين اللامب على سي 0، يبقى اللمبه اللي انا هوصلها من شويه زي ما احنا شفناها اللمب كانت موصله على سي 0، البزر على مين؟ سي 1. ما انساش ان هاش ديفاين مش بحط سيمي كولون معاها هنا، ويتم تعريفها كالاتي: المتغير القديم، وهنا بتحط المتغير الجديد او الاسم الجديد، يبقى ده المتغير القديم او الاسم القديم، وده المتغير الجديد او الاسم الجديد. الخطوات دي الهاش ديفاين اسمها بري بروسيسنج، ان انا مش بستهلك حاجه من الرام ولا الروم في حاله تعريف المتغيرات، لا ده قبل ما ينفذ البرنامج يروح يدور على
ستارت سويتش في البرنامج يشيلها ويحط بورت بي دوت اف 0. كده انا وفرت في الرام وفي نفس الوقت فهمت الكود ببساطه. لو انا رجعت له بعد كده الفويد مين عندي، هفتح القوسين طبعا عندي السي اللي هي اللامب والبزر الاثنين اوت، يبقى سي 0 وسي 1 مالهم اوت، يبقى اروح اقول له تريس سي بيساوي 0، عرفت كل بورت سي كاوت، ما انساش اصفره في البدايه اطفيه عشان ما يشتغلش. تريس بي عندي كام سويتش هنا؟ عندي من بي 0 لغايه بي 6، يعني عندي 7 بت من بورت بي متعرفين كام. يبقى اقول له تريس بي بيساوي 0 بي، هعرف اول 6 او اول 7، اول 7 ناحيه اليمين، البت الثامنه دي احط 0 لان هي غير مستخدمه، فالغير مستخدم ما يتم تعريفه كاوت، واروح اقول له بورت بي بيساوي 0. ليه انت صفرت بورت بي على الرغم ان انت مستخدمه كانبوت؟ لان في بت مستخدمه كاوتبوت اهي، فانا لازم اصفرها. معانا كمان هسال على حاله الستارت سويتش، هسال على حاله الستارت سويتش، هقول له وايل ستارت سويتش بيساوي يساوي 0. ليه قلت يساوي يساوي 0؟ لان الديفولت بيساوي 0، ادي الستارت سويتش، فالديفولت هنا داخل كام؟ 0، يعني دي متوصل بالارض، الديفولت داخل 0 لو انا مش ضاغط. فاقول له طول ما هو حالته بزيرو سيمي كولم، يعني خليك واقف في الحته دي ما تتنقلش من المكان ده. الخطوه دي بتكفي ايه؟ ممكن اكتبها بطريقه ثانيه، وايل ستارت اندر سكور سويتش، ده الاسم، بدل ما اكتب بورت بي دوت اف 0 هنا انا كتبت الاسم مباشره، بيساوي يساوي 0، افتح قوسين، قوس عادي كده قوس مجعد، واقفل القوس المجعد، جوه القوس المجعد ما تكتبش حاجه. معناها لما الشرط ده يبقى متحقق لف في الحته الفاضيه دي. طب نفذ ايه؟ ولا حاجه، يعني خليك مشغول في الحته الفاضيه دي، اقعد لف هنا. طب هينفذ ايه؟ ولا حاجه، اكن انت بتعمله اشغال للبروسيسور هنا لغايه ما حاله السويتش ده تتغير. طول ما السويتش ده حالته بزيرو، يعني هو مش مضغوط عليه، ما تنفذش حاجه، لف في الحته دي، استنى لما حاله السويتش تتغير. في نفس الوقت الخطوه دي بتكفي دي زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، قلنا ان هو لو ضغط على اي سويتش من دول، يعني الحرامي دخل من اي ويندو او الباب، دخل من اي ويندو او الباب، يبقى البزر والالارم والاضاءه اللايت عندي يشتغل. يبقى هنستخدم ايه؟ هقول له لوب وجو تو لوب عشان اعمل ايه؟ اندلس لوب هنا. هقول له اف، انا بعمل تشيك اهو، اي حاله من السته الحرامي دخل من اي بوابه سواء كانت شباك او باب، هيعمل ايه؟ هيشغل الحالتين اللي هم البزر والاضاءه. فبالتالي بقول له هوايل ويندو الاولى بتساوي تساوي واحد. ليه قلت تساوي تساوي واحد؟ لان في الحاله دي هيبقى الضغط على السويتش، لما الحرامي يعدي على الويندو الاولى الليمت سنسور ده هيبقى الضغط عليه، فلما يبقى الضغط عليه هيبقى مدخل واحد. فاقول له لو الويندو الاولى بتساوي تساوي واحد، او العلامتين دول معناهم اور، بس خلي بالك لوجيكال اور وليست بتوايس، لوجيكال اور، هقول له ويندو 2 بتساوي تساوي 1، او الويندو الثالثه بتساوي 1، او الويندو الرابعه بتساوي 1، او الويندو الخامسه بتساوي 1، او الدور بيساوي 1. يعني اي حاله من الحالات دي هتحقق اعمل ايه؟ شغل البزر خليه بواحد، واللامب خليه بواحد، يعني هيشغل الاثنين، هيشتغلوا على طول. طب ايه اللي هيطفيهم؟ هيطفيهم لما اضغط على الستوب، الستوب اللي هو الماستر كلير. طب انا لما اضغط على الماستر كلير هيعمل ايه؟ هيجي البرنامج من فوق كده، هيعيد البرنامج من فوق، هيروح من فوق كده ينفذ عادي، هيروح يلقى تريس سي بيساوي 0، بورت سي بيساوي 0، بورت سي عليها الالارم والبزر، الاثنين هيعملوا ايه؟ هيفصلهم هنا لان بيساوي 0 هيفصل، هيجي يعرف الانبوت ويصفر، هيستنى ستارت سويتش. هل انت ضغطت على ستارت سويتش؟ لا، هيستناك لما تضغط. فبالتالي لما الاثنين يشتغلوا، انت لما تضغط على ستوب هيروح ينفذ البرنامج من اول، هيعيده من اول كده، هيروح يوصل لحاله ان بورت سي بيساوي 0 يعني طفيه، وهيستنى لغايه ما تضغط على ستارت سويتش المره الجايه. تعال نشوف كده البروتس عندي، نفس الدايره اهي اللي شرحناها مفيش اختلاف. طبعا انا عامل ايه؟ ستوب، ستوب زي ما قلنا ان احنا ادي التغذيه ولازم يبقى متوصل على النقطه المفتوحه، النقطه المفتوحه دي اللامب للارض عشان الطبيعي ما يبقاش شغال. نفس النظام على البزر، لما اضغط رن كده هضغط رن، اول حاجه صاحب البيت هيطلع بره، يبقى يضغط على الستارت ضغطه كده ويرفع ايده، مش بوتن عادي، رفع ايده. فالحرامي اول ما يخش من اي ويندو، يعني اي سنسور او اي ليميت سويتش او بوش بوتن هيحس هنا، وليكن الويندو الاولى، هتلقى اللامب كده ده هيلقط تشتغل والبزر هيشتغل. اسمعوا كده بوش بوتن طبعا زي ما انت خدت بالكم، لان يعني ممكن الحرامي يعدي البوابه يدخل جوه، فبالتالي هي بوش بوتن هنا خلاص. فايه اللي حصل؟ اللمبة هي لقطت واشتغلت والبزر اشتغل. طب لو ضغطنا على الماستر كلير، بصوا كده ضغطنا على الماستر كلير فصل الاثنين، لان زي ما قلنا هراح للبرنامج من اول، لقي بورت سي متصفر فهو صفره زي ما انتم شايفين هنا. هيستنى ان انت ايه المره الجايه تضغط على ستارت، المره الجايه هتضغط على اي ويندو وليكن الدور المره دي، هتلقى ايه الاثنين اشتغلوا البزر واللمبة. تمام، هضغط على ماستر كلير مره ثانيه هتلاقي الاثنين فصل. عشان تجيب اللامب وتجيب البزر على البروتوس، لما تضغط هنا هتكتب بزر عادي خالص اهي، هيطلع لك بزر.
طبعا هتختار بازر اكتف فوق، ما تختارش لتحت، اختار اللي فوق عشان تسمع الصوت. طبعا دبل كليك هنا هتلاقيها نزلت ورا. لو انا عايز اكتب لامب، اكتب لامب كده، طبعا اختار ايه، هتلاقي فيه لامب كتير طلعت هنا، تمام. هتختار لامب لازم جنبها كلمه اكتف، لازم جنبها كلمه اكتف عشان تشتغل معاك في البروتس. معانا البرنامج التاني وهو البيبر كاتنج ماشين، ماكينه تقطيع الورق. والماكينه دي بيبقى عندي مفتاحين ستارت، مفتاحين، عندي كمان موتور بيحرك مقص ينزل يقطع الورق والمقص يرجع تاني فوق. بالتالي بيبقى عندي اتنين ستارت سويتشز. ليه اتنين ستارت؟ عشان لو عندي واحد بس اليوزر هيضغط على واحد فيهم، وايده التانية لا قدر الله ممكن تبقى تحت المقص فيصاب او يحصل مشكلة. فانا عشان اعمل سيفتي لليوزر اللي هيشغل المكنة، اعمل حماية للراجل اللي هيشغل المكنة، بحط له اتنين ستارت، واحد يمين واحد شمال، بحيث ايده الشمال هيضغط على الستارت اللي على الشمال وايده اليمين هيضغط على الستارت ناحيه اليمين. كده انا ضمنت ان ايده بعيده خالص عن المقص بتاع المكنه. في البدايه اليوزر هيضغط على الاتنين ستارت مع بعض، يعني عمليه اند، يعني في نفس التوقيت هيبتدي الموتور يشتغل، هينزل المقص لتحت لغايه ما في ليميت سنسور هيحس. الليميت سنسور او الليميت سويتش ده اسمه LS2، ده هسميه اللور عندي، اللي هو ده. المقص هينزل لغايه ما الليميت سويتش اللي تحت ده هيحس، اسمه لور. لغايه ما يقضي المهمه بتاعته، اول ما ده يحس هيبتدي الموتور يعكس اتجاهه، يعكس اتجاهه يرفع المقص لفوق لغايه ما في ليميت سويتش فوق LS1 هسميه ابر يحس. والعمليه هتتكرر تاني، هيستنى ان اليوزر يضغط على الاثنين سويتش مره تانيه عشان العمليه تتكرر. تعال نشوف الدايره الهاردوير عندنا. ده المايكرو كنترولر بتاعنا البيك 16F78A. عندي ان الموتور هعكس اتجاهه باستخدام الاتش بريدج، هو الموتور هعكس اتجاهه باستخدام الاتش بريدج. 4 ترانزستور، كل ترانزستور مع فري ويلينج دايود في الاتجاه المعاكس، كل ترانزستور معانا مقاومه 1 كيلو على البيز. زي ما احنا قلنا قبل كده الدايره دي بيطلع منها طرفين، الطرف الاول ده هيشغل الدايره او الموتور في اتجاه معين، الطرف الثاني هيعكس اتجاه الموتور في اتجاه الاخر. معنا سي 0 وسي 1 دول قلنا خاصين بالموتور، معنا كمان من بي 0 لبي 3 دول انبوت سويتشات. تعال نشوف السويتشات معانا. معانا 2 ستارت، واحد ليفت واحد رايت خاصين بالستارت، اليوزر هيضغط على الاثنين في نفس التوقيت. الاثنين بول داون لان المقاومه متوصله بالارضي والديفولت هيبقى داخل 0. معانا كمان الليمت سويتش الابر والليمت سويتش اللور، الاثنين مقاومتين متوصلين بارضي والديفولت داخل 0. التغذيه هنا بتبقى 5 فولت. معانا كمان ماستر كلير بيبقى بول اب ريزيستور، وادي التغذيه هنا الديفولت بيبقى داخل 1 عشان هنا بتبقى منفيه، الماستر كلير ما يشتغلش. تعال نشوف الكود. طبعا الكود انا عرفت عندي بهاش ديفاين الحاجات اللي انا هستخدمها، زي بي 0 ده عباره عن ليفت ستارت، بي 1 رايت ستارت. خلي بالك انا دامج بين كلمتين بينهم اندرسكور، يعني ينفع المتغير اسميه بكلمتين بس بين الكلمتين دول اندرسكور، يا اما تشيل الاندرسكور ويبقى الكلمتين لازقين في بعض. معانا بي 2 دي الابر والبي 3 اللور. معانا كمان سي 0 اللي هي الموتور فورورد اللي هي نزول المقص، سي 1 اللي هي الموتور ريفرس اللي هي ان المقص بيرجع لمكانه فوق. ادي الفويد مين وده قفله القوس بتاع الفويد مين. هنروح نعرف تريس سي بيساوي 0 وبورت سي بيساوي 0، لان سي 0 1 سي 0 سي 1 اوتبوت. معانا تريس بي معانا 4 انبوت في الاول، بي 0 وبي 3 اهو، والباقي زيروز هعرفهم كاوتبوت ما لهمش استخدام. هصفر بورت بي زي ما احنا قلنا، هروح لوب وجو تو لوب، هعمل انديليس لوب على طول. هعمل تشيك هنا على الاثنين سويتش دول الاثنين ستارت، بس لازم يبقوا مضغوطين مع بعض في نفس التوقيت. فعشان كده هقول اف الليفت ستارت بيساوي سو 1 اند، وخليها بالك علامه اند مكرره هنا لانها لوجيكال اند. رايت اندر سكور ستارت بيساوي سو 1، يعني اللي على الشمال حاسس بيساوي 1 يعني حاسس، واليمين حاسس خلي بالك يساوي يساوي هنا، لان عمليه سؤال لو الاثنين دول كانوا حاسين هيعمل ايه؟ هقفل قوس اف. اول حاجه هشغل الموتور فورورد عشان ينزل المقص، يبقى الموتور فورورد هيشتغل ينزل المقص لغايه فين؟ لغايه ما الليمت سويتش بتاعه يحس. مين الليمت سويتش؟ اللي هو اللور عندي، اللور اللي هو تحت زي ما احنا شفناها في الرسم. اقول له وايل اللور بيساوي يساوي 0 سيمي كولوم هنا، معنى طول ما هو قيمته ب 0 خليك واقف في الخطوه دي. وفعلا لان هو اللور عندي الديفولت داخل 0، فبقول له طول ما هو زيرو خليك زي ما انت واقف في الخطوه دي لغايه ما يحس، لغايه ما الكونديشن ده يتغير. فبالتالي هو قيمته بزيرو خليك واقف هنا. اول ما يبتدي هنا ده اللور يحس هيبقى كانك ضغط على السويتش هيدخل واحد، اول ما يدخل واحد هيسيبه وايل دي وهيروح عامل ايه؟ مباشره يوقف الموتور. ما تنساش يبقى انت شغلته ان هو ينزل لتحت، اعمل ايه؟
اوقفه الاول، بعد كده اعمل ديلي اندرسكور ملي سكند 1000، اعمل ديلي طبعا هنا قبل ما اعكس اتجاه حركه الموتور حفاظا على الموتور وحفاظا على العمر الافتراضي للموتور. يبقى عشان احافظ على العمر الافتراضي للموتور بعمل ديلي قبل ما اعكس حركته مباشره. انا مستخدم 1000 ملي يعني 1 ثانيه، هعمل ايه؟ هعكس اتجاهه، عكس اتجاهه يبقى مين اللي هيشتغل؟ الموتور ريفيرس يساوي واحد، يعني هرفع المقص لفوق. بعد كده هقول له طول ما الابر لسه ما حسش، يعني قيمته ما زالت بزيرو لسه ما حسش، ما تغيرش الكونديشن بتاعي ده، خليك واقف هنا. اول ما تغير اعمل للموتور ريفيرس بيساوي زيرو، يعني اطفي الريفيرس الخاص بالموتور وبالتالي وقف المقص فوق. هيستنى من جديد، لما اليوزر يضغط على الاثنين في نفس التوقيت هيروح يكرر. لو اليوزر مش ضغط على الاثنين في نفس التوقيت مش هيدخل جوه اف دي اصلا. ليه؟ لما اليوزر يرجع ويضغط مره ثانيه على الاثنين سويتش في نفس التوقيت. تعال نشوف البروتس عندي كده، هنعمل ران. زي ما انتم شايفين كل حاجه طافيه في البدايه. ادي عندي الليفت ستارت هيضغط هنا وهيضغط هنا، خلي بالك ايه، بيبقى ضاغط على الاثنين في نفس التوقيت. الموتور عندي ماله؟ اشتغل فورورد كده، هو بينزل المقص لتحت لغايه مين ما يحس؟ اللور عندي يحس. اول ما ده يحس اللي يحصل هيعاكس مين؟ اتجاه حركته. تمام، هيعاكس اتجاه حركته لغايه مين ما يحس؟ الابر هيحس، هيوقف. طبعا هو هنا اشتغل مباشره ليه؟ لان رجع يعمل تشيك لايمين الاثنين دول مضغوط عليهم، يبقى دول عشان مضغوط عليهم لقيته كرر تاني، فهينزل. هو شغال بينزل كده اهو لغايه ما اللور مين يحس، هيعكس حركته مباشره لغايه ما الابر يحس، وقف الموتور. وقف الموتور ليه؟ لان رجع ليك ان انت مش ضاغط على الاثنين، هيستناك تضغط على الاثنين. طب لو ضغطت على واحد بس، بصوا كده مفيش اي استجابه للموتور. طب لو ضغطت على الشمال بس، مفيش اي استجابه، لازم اضغط على ده وده في نفس التوقيت. هرفع ايديا طبعا لان هو بوش بوتن عادي كده، الموتور شغال وهيبتدي يعيد لغايه ما اللور يحس، وهيعكس اتجاهه زي ما انت شفت عكس اتجاهه اهو لغايه ما مين؟ الابر يحس، يوقف الموتور. وهكذا هينتظر مني الضغطه على الاثنين سويتش في نفس التوقيت المره الجايه. اتمنى يكون البرامج بتاعت النهارده فادتكم وتكون استفدتوا من الحلقه. ما تنسوش تسمعوا حلقه الاوتوماتيك دور والجراج والليفل كنترول، انا شارحهم بالتفصيل، وكمان الفيديوهات الخاصه بالسيفن سيجمنت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الفيديوهات، وتعملوا لايك للفيديو لان اللايك عباره عن كدعم منكم وفي نفس الوقت بمثابه شكر على المجهود اللي بنبذله في الفيديوهات مش اكتر.